يا مساء الفل والهنا. النهاردة ليلة جميلة، فيها حب وعشق وعشرة، فيها مرح، فيها رومانسية، فيها أصحاب بتتجدد لقاءاتهم وبيتجدد شبابهم مع هذه اللقاءات على مدى السنين، فيها شوية شباب ما بيعجزوش، حلوين قوي طول الوقت، حلوين، روحهم حلوة، علاقتهم جميلة، فنهم بيتجدد طول الوقت، بيوحشونا حبة ويرجعوا لنا حبة، تقابلني حبة ومش عارف تعمل ايه حبة. واسمهم واما. واما للأطفال الجداد بقى، خلينا نقولها ايه واما، ليه سبب واما. واما هو والدور الدبليو نادر حمدي، و أحمد فهمي، ما محمد نور، أحمد الشامي. اظن عمركم ما حد قدمكم فرعون. لا الشرح خد بالك، الشرح كان جامد جدا، عشان كده شرحنا الناس. احنا كل مره في اي انترفيو نقول دبليو عشان انت شرحتيها بالمد بكل حاجه. احلى شرح. طب قول لي لو كنت مكاني تستنى ولا هتنساني؟ ده العمر بيعدي ثواني واديني صابر على حالي. طب قول لي لو كنت مكاني تستنى ولا هتنساني؟ ده العمر بيعدي ثواني واديني صابر على حالي. تحلف لا صدق واستنى وادوب في حبك واتمنى، وثانية تنسى اللي ما بينا وتهون عليك احلى ليالي. تفضل بحبك توعدني والشوق يجيبني وياخدني وتكون معايا وفي حضني لكن بعيد عني يا غالي. طب قولي لو كنت مكاني تستنى صدق واستنى وادوب في حبك واتمنى، وثانية تنسى اللي ما بينا وتهون عليك احلى ليالي. فهمني ليه تقسى عليا، انا قلبي مش حمل قاسية. هتحلي يا حبيبي شوية ريحني من اللي بيجرالي. ده الشوق في قلبي معذبني، طب ليه في حبك تتعبني؟ لو ناوي تبعد وتسيبني مستني ايه ما تقولهالي؟ طب قولي لو كنت مكاني تستنى ولا
استنى ولا هتنساني، ده العمر بيعدي ثواني واديني صابر على حالي. طب قولي لو كنت مكاني تستنى ولا هتنساني، ده العمر بيعدي ثواني واديني صابر. طيب انا بس عايزه قبل ما نبتدي اورط الاخ اللي جنبي ده، لان ده مذيع ما يعملش فيها ضيف مش عارف ايه، مذيع بقى وبيقدم برامج كبيره وحاجات جامده ويمثل ويضرب كمانجا وسبيلي ومش عارف ايه. صحيح كل واحد فيكم وبدا، بس انت هتشتغل معاكوا طبعا. طبعا إيه؟ احنا النهارده بنتقابل علشان نحتفل باللونش بتاع الالبوم الجديد لواما، لكن واما الحقيقه ان هم ما تقدرش تقول بيختفوا، يعني ما تقدرش تقول كده، هم طول الوقت بيشتغلوا بس ايه على فترات شويه. فالالبوم الجديد ده كان لسه من كام سنه، يعني ما بيطولوش لا اربع سنين 15 مثلا صح؟ كل اربع خمس سنين بننزل بالالبوم بمزاجه وبتاع، لانه طبعا كل واحد فيهم بيعمل انشطه وبيشتغل حاجات تانية ومش عارف ايه وكده. فتفضل بقى حضرتك، تحب تقول الأنشطة الأخرى ولا تقول ابتدينا إزاي ولا تحب تقول أنا ممكن أقول إحنا ابتدينا إزاي. مش هتقول في الواقع؟ في الواقع نحن إحنا طبعا كلنا أصحاب في الكونسرفاتوار، نعرف بعض تقريبا وإحنا عندنا 7 سنين، وكنا طبعا نتيجة الدراسة بتاعتنا وكده، كنت أنا ومحمد بنشتغل طبعا برا الكونسرفاتوار، إحنا بنعزف مع مغنيين وكده، فجت لنا فكرة إحنا نلحن في الأول. طيب انت بتلعب كمانجا وميدو كمانجا؟ انا بعزف كمانجا. اوكي. فكنا بنشتغل كتير قوي، فحبينا الموسيقى العربي من خلال الشغل بتاعنا، احنا كنا بندرس كلاسيك ميوزك زي ما حضرتك عارف. فابتدينا نلحن حاجات كنت بغنيها انا وميدو، وبعدين اتقابلنا بدكتور عندنا في المعهد قال لنا ممكن ينتج لنا يعني ساعتها. فانضم لينا شامي ونادر. طبعا شامي هو اللي اختار الاسم بتاع واما ده. وبعدين كانت الفكره اصلا فكره الغنى الجماعي دي ما كانتش باينه، فانا جيت سنه كده من السنين سنه 98 سافرت عزفت مع الشاب خالد في الحفله بتاعت اندر توي سولي، فكان الشاب خالد ورشيد طه وفضيل. ففكره ان مغنيين عرب بيغنوا مع بعض كانت فكره حلوه، وبيغنوا نفس الاغاني وكده. فلما نزلت مصر بقى قلت لاحمد احنا عايزين نعمل فكره كده، وعملنا غنوتين لينا يعني، ونغني مش عشان نعمل البوم ولا عشان نروح في حته، بنعمل اغاني ونقعد نلحن ونقول ان عايزين نكمل شكل الفريق، ونقعد نغني في المعهد مش عشان اي حاجه بالظبط. بس انتوا كنتوا في الوقت ده طفره، لانه ده كان يعني انتوا في اخر التسعينات مثلا، في اول لا يعني 2001 احنا ابتدينا فعليا 2001 2002. طيب كان انتهى بقى عصر قدم شويه، عصر الاصدقاء والفرقام كان عدى مصريين، واول فرقه كانت تتكون ما هياش اندر جراوند ولا حاجه، هي فرقه فرقه فيها فوكال حلو قوي بيعمل اغاني كوميرشال يعني بالظبط. هي سبحان الله يعني ساعتها يعني احكي لك الاول الاسم جه ازاي. الاسم احنا كنا فجاه قاعدين مع بعض في اوضه في المعهد، كنا لسه بندرس يعني، كان سنه التخرج وكده، ففهمي بيقول لي احنا عايزين نعمل اسم. فقعدوا بقى كل واحد ايه نخترع اسم، فجاه انا ما اعرفش ليه رحت جايب ورقه وكاتب الحروف اول حرف من كل اسم، وقعدت اركبهم لغايه ما طلعت واما. فقلت لهم يا جماعه كلمه واما دي حلوه، ففهمي قال لي ايه ابداع يعني جامده جدا اللي هو اسهل حاجه يعني واما اول حرف فيها. ايوه بس في اقتراحات باسامي تانية كانت، انا كان في اقتراحات اسامي تانية، بوي باند وكان في ايه يعني اسامي غريبه، بوي باند مش يعني حاجات كلها مش هتنفع. لا كان في سليبنج تايجرز، النمور النائمه الجزء الثاني. لا بس احنا احسن حاجه يا احمد، احنا كنا بنعمل اغاني مش عشان نعمل البوم ولا عشان ان نوصل لاي حاجه، عشان كان كله كلامنا وكان كله احنا اللي بنعمل الحان، عشان كده وصلت. وفي حاجه تانية كمان كانت بتميزنا، ان احنا بنغني بطريقه نتيجه الدراسه اللي احنا درسناها اللي هي الفويس هارموني، ان كل واحد فينا بيقول لاين مختلف بس مع بعض بيطلع الناتج السمعي اللي المفروض الناس تسمعه يعني. انت عارف ان التجارب الاولانيه بقى بتاعت الحاجات دي شيقه جدا الواحد يسمعها. بس ليه والدور شهرتك كده يا نادر؟ هو ده اسم اطلق هو كان عنده محل هي بدل ندور يعني جت ودور، ما يعني كان نوع من الاختلاف يعني. مع ان انا بشوف ان نادر اصلا يعني اوريدي اسم مختلف يعني. لا بالعكس، بس هو الاسم ما كانش ينفع يبقى ناما
نمك هتبقى غريبة قوي. غريبة. مش هتتقبيها. وبعدين احنا يعني لما التجميع اللي هو فهمي بيقول عليه على الموضوع الفويس هارموني هي جت بقى من يعني سبحان الله من عند ربنا لوحدها ان انا اغني البيز اللاين اللي هو اللي تحت وبعد كده فهمي المين ونادر اللي ما بين البيز والمين وميدو بيغني الصوت اللي هو السكند بتاع المين فهي اتقسمت كده حلو قوي اللي هو اللي بيدرسوا مزيكا او اللي سميعه قوي فاهمين بالظبط الطشط اللي زيي مش فاهمه عكس فاهمه جدا الدنيا احنا عايزين نجرب نعمل تجربه فعلا مع حضرتك ان هو ان انت تغني لاين واحنا هنبني فوقيكي لا يا حبيب ده كان لا زمان ايام ما كان بيبقى لا دي سهله انا بكيز الدرام اللي بنت الاصول ترارارا تدي لحن وانا زغلول العشماوي بنت ابو زغلول طب خلاص دي ده لا ينسى اهو ايوه طب فينا ده في هارموني دول لا لا فينا في هارموني ادوني حته بجد بقى حته يعني ماشي ممكن ليلو شو نجوم بقى جيلو دي الأول يا أحمد ليل وشوق ونجوم طيب ده من الألبوم الجديد من أول ألبوم دي من أول ألبوم عملها دي أنا كنت كاتبها وملحنها وأنا مسافر يعني فعملناها بالطريقة دي ومن غير مزيكا يا كابيلا يعني من غير ميوزيك خالص إحنا بس اللي بنغني كنت مسافر فين؟ كنت في ايطاليا قال لك كابيلا عشان كده طبعا لازم عشان كده ايطاليا وكان في اسبانيا كان بايلا صح ايايا كان فرنسا كان امبريلا دلوقتي انا اقول لحضرتك لحن الاصلي وبعد كده لو عملنا فويس هارموني اولاد عشان نفضلكم تيرارارا تارارارارا ده المين ده المين هنقول دلوقتي مع بعض بالفويسين 1 2 3 4 شوق ونجوم وحبيبي وسط غيوم حبيت اشوفه في يوم ولقيت هوا ده بعيد غنيت عشان القاه وبكيت كتير في هوا وانا ظهر في يوم عربي ليه يا ريت طب ليه يا حب ليه حلول الحقيقة دي يا حلول وكل واحد متميز في لونه والليفل بتاعه او الها مزبوط بتاعه مظبوط الهارموني بتاعه حكت عليا بس لا لا تحفه طب ما عملتوش بقى كتير من ده كنا بنعمل في كل اغنيه في كل البوم اغنيه من النوع ده اوكي اخر البوم ما عملناش كده عشان قلنا بقى نفرفش الناس يعني بس عموما يا فهمنا كده ولا كده يعني دايما الكورس بيبقى كده ايه الكورس في كل الاغاني بنعمل اللاينات بس بيبقى باين قوي عشان بيبقى فيه مزيكا كتير وكده بس لسه القدره دي يعني لسه بقول لكم تالنتس اي مش عارف مين جوت تالنتس بتخش فرقه فوكال كده تسحر ويظل هذا النوع يعني عايش خالد طبعا يعني طبعا هو طيب صعوبته الحقيقه انه 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 كل واحد يركز فعلا مع نفسه ويتلخبط يعني ما تلخبطش من اللي انا سامعه تلخبط يعني انا زي ما قلت لحضرتك لو هو قال لك مثلا تغني المين الميلودي اللي هو قاله في الاول وجينا احنا غنينا هتتلخبط يعني هتسكتي هتلاقي نفسك هسكت طبعا مش عارفه تقولي مع اني لاين ممكن اللاين التاني انا جربت اعمل كده في حاجه كنا مسجل حاجه برضو قلت انا سكند فويس فلقيت نفسي بقى سد وداني بقى وعايزه عشان ركزي ده مظبوط صح لا انا طبيعي على طول حتى لما بيبقى فيه غنوه بنغني لمين انا ببقى سامع اللاين بتاعي تطلع فوق انت دايما انتوا يعني رحله من
98 من 7 سنين ولا من 7 سنين يعني اللي هي الرحله من اول واحنا صغيرين خالص. المعجز فيها والجميل فيها انه اكيد بتنتصروا على خلافات يعني اكيد بتشبطوا في بعض بتدوا بعض بواني بتعملوا هو احمد شامي حاجات الشباب اكتر واحد مشاغب مشاغب مين احمد شامي حضرتك شامي هو الشقي على فكره مشاغب جدا لا لا بيهزروا هم بيهزروا بس هي قصة كلها ان احنا قاعدين دلوقتي مش علشان خاطر احنا بنشتغل سوا احنا اصلا صحاب فهي دي الحاجه اللي خلتنا نقدر نستمر ونقدر كل واحد يعمل حاجه ينجح فيها والتاني ينجح فيها ونقدر نكمل وما عندناش اي مشاكل خالص مع بعض الحمد لله رغم اختلافنا على فكره في الشخصيات يعني احنا فعلا كل واحد فينا مختلف في الشخصيه في الدماغ بس في الحته دي احنا متفقين قوي يعني بس كده يعني كده ولا كده اصلا يعني لو في الشغل بقى واختيار الاغاني والحاجات دي بيبقى دايما احساسنا ان الحاجه الحلوه بتفرض نفسها يعني وحتى لو مثلا في حاجه مختلفين عليها بنعمل فوتنج على طول والله طيب دلوقتي العقل المدبر او الموزع العبقري طبعا لفندي استاذ ودور لا ما تقولش كده ده انت عامل حاجات كتير قوي عامل شغل كتير قوي فبحس ان هو المعمل يعني صح. لما انتوا بتروحوا طبين عنده كل الانجريدينتس وهو يعني الى حد كبير بس احنا عموما بنتشارك في الـ في الـ في الـ في الاراء اللي هي المبدئيه اللي هي قبل ما نبتدي بنقول احنا عايزين نعمل اغنيه بالشكل ده عايزين نعمل مش عارف ايه وبعدين لما بنبتدي بقى نشتغل كل واحد ليه تقسيمته يعني فانا بيبقى عندي بس الحته بتاعه التوزيع وتنفيذ الاغاني بعد كده والتسجيل الرؤيه الفنيه والكويس برضو ان كل واحد فينا بيبقى عنده مهمه يعني بيبقى عنده مهمه احنا بنبقى واثقين جدا في نادر وقت ما بنخلص المزيكا ونخلص كل حاجه هو بيشتغل على الاغاني واحنا اصلا بنتفاجئ بالشكل اللي هو بيعمله فكل واحد الحمد لله مميز ده حقيقي في الحته اللي هو بقول لما كنتوش كملتوا بعض فيها ميزات هنجيها بعدين طارق العريان لعب دور في حياتكم مهم طبعا ما هو طارق احنا كنا الاول لما ابتدينا ننتج يعني او نشتغل في اول البوم ما كملناهوش كنا مع هادي البابوري ساعتها كان هو البروديوسر بتاعنا وبعد كده طارق اخذنا طارق العريان طارق يعني اكيد حضرتك عارفاه هو مزاجنجي قوي ونمكي يعني بيحب التفاصيل وكده فهو عجبه شكل واما جدا وقرر ان هو يدينا من وقته ومن مجهوده وهو اللي ينتج لنا وخلانا نعمل اول البوم اللي هو وهو كمان كان احمد هو كمان كان مؤمن بينا جدا بشكل اكتر ما احنا يعني بيقول لنا بصوا يا جماعه انا شايف فيكم رؤيه وكذا وهنعمل وهنصور واحنا مش عارفين هل هو فعلا هيعمل كده معانا ولا لا لان احنا كنا لسه صغيرين ولسه اول تجربه بالنسبه لنا ومش عارفين هننجح فيها ولا مش هننجح والنجاح اللي حصل في الوقت ده كلنا اتفاجئنا بيه بالظبط فهو كان مؤمن بينا بشكل يعني كان كبير جدا دلوقتي كان هو ساعتها بيعمل فيلم تيتو فانا يعني من قبل ما امثل وانا حابب جدا السينما فكنت بقعد معاه طول الوقت وهو وحفظي ويعني واحمد السقا وخالد صالح الله يرحمه فكنا بنقعد طول الوقت يكلمه ومش عارف ايه فطارق قال لي انا عايز اعمل يعني اغنيه تلم مضمون الفيلم كله بس في اغنيه واحده فطبعا يعني كان في شعره كتير قوي بيكتبوا وانا بكتب ساعات لوما يعني بس مش دايما يعني فقريت السكريبت وكان ده اول سكريبت اقراه يعني سكريبت سينما في حياتي فقريت السكريبت وكان ساعتها حنان تركي طالعه اسمها نور في الفيلم وان هو تيتو الشاب اللي عايز ينضف ويبقى كويس وبتاع وكده فكتبت مشوار طويل ويمكن كانت دي اول اغنيه يعني طب ياه ابو النبي سمعوها لنا بقى لانه ده بقى ذكريات وتيتو والفيلم والسقه بقى وحب السقه ده اصله طبعا طبعا في حته كده لا احنا خدوا بالك السقه احنا بنحبه جدا جدا وصاحبنا كلنا وهو هو رهيب هو لغايه دلوقتي لازم يسمع واما طول الوقت ولا خدي بالك يعني هو فنان وبيكتب كلام حلو جدا 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 طبعًا. وهو كان من اكتر الناس اللي كانت قاعده معانا وقت ما شغالين في الكلام على الفيلم وتلاقي كلامك الساعه 6 الصبح سمعني كده حماده الغنوه وسخن جدا جدا بيعمل فيك زي ما بيعمل في احمد فهمي هو صايد اي حد اسمه احمد فهمي ده هو صايدنا كلنا حبيبي صح. حبيبي طب والنبي نسمعها على المسرح بقى يلا فتوح يلا الكلام كده اصل النوستالجيا دي طبعا يلا بينا
مشوار طويل في وسط ليل ما فيهوش قمر وقلبي تايه احساس بغربة من البشر مشوار طويل في وسط ليل ما فيهوش قمر وقلبي تايه احساس بغربة من البشر وانا وحدي بمشي في سكتي موجود بآخر بنتظر عزمتي بتنكسر اقف واكمل خطوتي الاقي هدفي في قصتي شايف في اخر الضلمة نور لو حشني صور اهد وهد احساس بجد بإني هوصل من غير ما قلبي ساعده حد مشوار طويل مشوار طويل مشوار طويل مشوار طويل مشوار طويل الله الله يا حبايبي حلوين ظهر أول ألبوم بقيادة طارق العريان وعبركوا خلفية يعني قوية وكده وكلنا انبهرنا وانتوا طبعا أصحاب العمل انبهرتوا جدا لكن الحقيقة أنه هو لا اكتسح احكولي بقى الذكرى دي اللي هي متهيألي ده اللوكوموتيف بتاعكم اللي مخليكم بتكملوا طول الوقت. احنا اول اغنيه نزلت على التلفزيون كانت اغنيه يا ليل. فانا كنت ساعتها لسه بعزف كمانجا بشتغل يعني. فكنت مسافر عندي مهرجان في دبي وبعد كده هم كانوا موجودين فشامي كلمني في التليفون قال لي يا فهمي احنا بقينا معروفين في الشارع ومش عارف قلت له لا بتهزر قال لي والله العظيم احنا بقينا معروفين ناس بتوقفني وبتاع فنزلت المطار انا مستني بس حد يقول لي اي حاجه فلقيت واحد بيقول لي ايه ده مش انت ابو نمر لو انا بتاع واما سعادة العمر ان انا معروف دلوقتي على في اللحظه دي نزلت الاغنيه والحمد لله كسرت الدنيا والالبوم ابتدى يزيد واحده واحده وبعد كده في اللحظه دي ابتدت تجي لنا عروض سينمائيه فانت بعت لنا قلت لنا يا جماعه انا عايزكم فرحنا قعدنا معاكي فانت قلت لنا ايه انتوا كويسين ومش عارف ايه واحنا عايزين ايه نعمل فيلم مع بعض فساعتها انت جبت لنا فيلم كان كاتبه خالد الصاوي كان اول مره نقابله بقى في ميتنج عندك في المكتب ايوه ده الواد قال انا جعان عايز سندوتش انا قاعد اسفكم اول اي ميتنج هم افتكروا ايه اول حاجه هم افتكروا ان انا هضيف يعني قعدوا يتكلموا قلت لهم ثانيه واحده بس انا عايز اقول حاجه مهمه جدا جدا قال لك ده هيحط بقى ان هو التاتش بتاعه في الفيلم وهيحولنا الفيلم وهننزل نكسر الدنيا انا جعان جدا محتاج اكل دلوقتي اتلفت مش عارف اتكلم ابعتوا لي سندوتش بعتنا جبنا قاعد ياكل وهو بس هم الثلاثه عارفين ان انا وقت ما بجوع ما بفطرش الحقيقه انا عايز اكل يا جماعه مش قادر ونكمل شغل بعد كده بس مضينا وعملنا وابتدينا نشتغل على الفيلم وبس بعد كده ما كلمتيش وخلاص ما كلمتيش انا مش فاكره ايه اللي حصل انا مستني ان انت تكلمينا بس لا 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 خالد الصاوي كويس كان اخراج مين انا ناس كان اخراج مين كان هيعملها كان عمرو عرفه عمرو عرفه يا راجل والحاج عمرو قاعد معانا وبتاع بس هو بعد كده هو انشغل وبعد كده انت دخلت فيلم خليج نعمه واحنا بعد كده حضرتك الاكاديميه الحاج عمرو وهو وخلاص هيعمل الفيلم وبعد كده ما اعرفش ايه اللي حصل في الورق بتاع خالد الصاوي فما اتعملش فحاج عمرو قال خلاص نعمل ورق تاني وبدينا نشتغل عليه في حزم الحديد مضى وبعد كده عمرو عرف يشتغل ايوه حزم الحديد صح أيوة خرابي احنا ده كان سنه كام يا اولاد ده كان 2006 ده كان بعد البوم يا غالي عليا على طول 10 12 الالبوم الثاني ايوه تصدق الالبوم الثاني احنا لسه العقود ساريه لا 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 عمود عليه وراح بالظبط شغاله انت واخد عربون وانت ايوه مكملين والله ها واخدين العرابين وقايلين على الله ما تهزر وعاجبنا سندوتشات هجيبك انا وجبه ونخش نخلص خلاص عيني يبقى جاهز حاجه تشرفنا والله بجد يعني احنا نتمنى بس يا غالي عليا بقى طبعا احنا بقى ساعتها كان يا غالي عليا وتحلف لا صدق وده كلام صورناهم بقى مع استاذ طارق العريان الثلاثه دي على الكليبات دي اللي عملته لا فاكر احنا قعدنا نصور يومين انا جالي وقت كده كانت الساعه 6 الصبح
يعني من كتر التعب اللي انا تعبانه كنا كان في كرفان كده فيه عربيه اودي وقاعدين فيها انا واحمد. قلت انا مش عايز اغني اصلا تاني ومش قادر مش قادر لا اللي هم كانوا بيصحونا ناخد الكلوز اب بتاعتنا يعني ناخد السينك بتاعي انت نايم كده مثلا نايم وكمل نوم ليه لازم بقى انت عندك بقى احنا اول مره نقف قدام كاميرا وكده وبعدين لازم تصور ثلاث اغاني واللي هو انت مركز فانت نايم كده مثلا ويا غالي وترجع تكمل نوم تاني لا وبعدين حضرتك عارفه بقى طارق هو هادي طول الوقت قوي يعني انا مش عارف ازاي كده فهمي حلو قوي بس عايزك شويه طاقه شويه طاقه مره بص مره بس احمد مره خلصنا الغنوه خالص خالص ومبسوطين وبتاع هايلين يا جماعه تاني امدك بس كده بعد كده وعلاك قوي اعتقد انه السقا حكى لي لما نطته من الكوبري وبعدين قال له بص هي حلوه قوي بس نط تاني بعد ما خلصنا وبعدين هو استون بتاعه هادي قوي تاني يا ميدو مش عجباني اهو وانا بسمعها قلت له حاضر يا استاذ طب اكتر ثلاث اغاني نجحوا بلا اكتر اغاني ممكن تكون اكتر من ثلاثه في الالبوم ده تحليف هم الثلاثه دول هم دول هم دول اللي طبعا. كسروا الدنيا تحليف صدق دي كانت لحن احمد وده كلام كانت لحني ويا غالي عليا كانت لحن عمرو مصطفى وكلهم توزيع نادر كله توزيع الاستاذ وفي اثنين منهم كلمات واحده كلمات ايمن بهجت قمر يا غالي عليا واثنين امير طعيمه تحليف الصدق وده كلام وده كلام يعني الفطاحل يعني وبعدين نادر كمان عنده ميزه جامده جدا انا هقول يعني بذكر طبعا كل الحاجات اللي بيعملها حلوه نادر كل الاغاني اللي بيوزعها بتضرب فانا لسه كنت مره بتكلم معاه يعني مش لينا حتى يعني اذا كانت بحبك وحشتيني ولا شيرين مش بتاعه الكلام ده كل الحاجات الحلوه اللي هتلاقيها وعمرو دياب كله انا شغلي اللي بيتكلم عني. الفكره عند نادر ان هو دايما لما بيجي يوزع بيختار الاغنيه هو بيبقى عارف الاغنيه دي حلوه وفعلا هتعمل حاجه ولا لا يعني او احساسك يعني الداخلي يعني ان انت ما انت ما بت... يعني انت بيتعرض عليك حاجات كتيره قوي بس بتختار حاجات معينه وسبحان الله انا بقول ايه انا خجول يا جماعه يعني انت دلوقتي نادر الهادي العالم المفكر المعترض المشاغب لا المعترض المشاغب الشقي اللي بيعمل بريك دانس ومش عارف ايه والحاجات اللي عامله كده محمد ايه مختفي يعني مش ممكن تلاقيني بس قاعد بتكلم الجعان تلاقيني بتعمل ايه جعان عايز تاكل بس لا المختفي يا محمد اللي مكبر تاجر تاجر اللي مكبر دماغه يعني لو في حاجه مهمه ماشي مفيش يعني تلون بس انا لازم امشي بس عشان وتلاقيني مش موجود لا هو ما بيقولش عموما يعني ميدو اصلا ممكن يعني يبقى معانا في الحلقه وممكن متفاجئ يا جماعه ميدو فين مش موجود نعرفش مشي احمد بقى احمد بقى ما بنعرفش مشي امتى هقول لك يعني ممكن مره يكون هو طالبه معايا تكون احنا نبقى جد جدا فيا جماعه بجد احنا عايزين ونفس الحاجه مثلا ممكن ما اتكلمش فيها خالص بس هو بيخلي القعده جد يا جماعه بص بجد يعني انا عندي قدره ان انا انت متحدث الرسمي الراجل يخلي القعده جد فعلا بس يا اما خلي القعده جد جدا يعني لا خالص يا اما خليها بقى خلاص كلنا بقى ضايع جدا طب ممكن اسمع ايه قال لي عليا يلا بينا النبي هتجميله قوي يلا بينا
في هواك ليلي تعال وحيد وانا شوية امال بيزيد حيرت البال وانت بعيد ما كفاية بعاد حيرتني ليه ده انا بهواك قول مخبي جواك وانا لو حصل ايه قلقان لو منا بلاك يا غالي عليا اغلى ماليا كل الدنيا دي ولا تغلى عليك يا غالي عليا روحي وعيني انت تحس بيا الله الجمال يا حلاوة يا أولاد طعمة طعامة اسمه كلام بتخاف ليه من الأيام معقول يا حبيب انساك انساك يا حبيبي ازاي ومعاك العمر الجاي دي سنين احلم بروما لو حبك نار بدموع تقيد اجمل بكتير من الجنة بعيد والدنيا دي لو كنت وحيد وهعيش ازاي لو مش وياك اسمه كلام بتخاف ليه من الأيام معقول يا حبيب انساك حبيبي حزين وداري دمعك في العين على طول ببكي قبلي أناديك وفي حضنك داري
ازاي لو مش وياك؟ لو حبك نار بدموع تقيل اجمل بكتير من الجنة بعيد. والدنيا دي لو كنت وحيد وهعيش ازاي لو مش وياك؟ الله 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 يا حلوين. بعد الالبوم ده قعدتوا شويه؟ قعدتوا ما عملتوش حاجه شويه؟ اه لحد 2010 من 2005 لا بعد الالبوم ده طبعًا. كان في بعد الالبوم ده يعني كان في فتره مختلفه جدا في حياه كل واحد فينا، كل واحد ابتدى يعمل حاجه وينجح بيها. أيوة. انا عملت البوم قولوا لي بقى، بس قبل دي حصل اشاعات، ما عشان كده طلع عليكم اشاعات ان انتوا اتخانقتوا ومش عارف ايه. لا لا اصل احنا خدي بالك ما كناش ماشيين في الشارع ماسكين ايد بعض يعني يعني ما فيش مشكله خالص. احنا لا كنا لا بس انا سمعت برضو يعني ما كل الناس بتقول كده. بس هقول لك ليه، لان ده حقيقي، لان احنا في الفتره اللي الكليبات اللي عملناها مع طارق العريان كنا كلنا اكننا عايشين في بيت واحد. فكان في ساعات ناس تكلم مثلا شامي فين فهمي، اديني فهمي كده اسلم عليه مع بعض. فلما ميدو عمل حاجه لوحده وانا عملت حاجه لوحدي وشامي ونادر كل واحد ابتدى يعمل حاجه لوحده، فالناس قالت خلاص اكيد انهم منفصل. واللي اثبت ده بقى كمان انا ما اعرفش ليه الناس اخدتها بالطريقه دي، ان احنا عملنا اغنيه زي ما بحلم. في اغنيه زي ما بحلم احنا ما اتجمعناش في شوط واحد مع بعض، كل واحد بيعمل حاجه يعني احنا كنا مقسمينها على رياضه شويه، فكل واحد بيعمل حاجه. فحتى في اخراج الكليب احنا ما فيش شوط واحد متجمعين فيه، فقال لك لا دول اكيد بقى اتفرقوا خلاص بيفرقوا بقى. كانت غريبه. طب ما احنا عملت ايه تاني؟ اول حاجه عملتها مسرحيه اسمها سندريلا، مسرح الدوله، كان دكتور اشرف زكي والاستاذه بتول عرفه هم اللي رشحوني ليها، وهم اللي جابوني قالوا لي انت هتعمل المسرحيه دي، وانا حتى ما كنتش مقتنع خالص ازاي يعني امثل اول حاجه اعملها أقنعك. مسرح مين اللي اقنعك؟ ففهمي قعد معايا بصراحه، ما انا لسه هو اول واحده كان واخد نسبه، هو كان واخد نسبه من دكتور اشرف. ففهمي قعد معايا قال لي لا انت لازم تعمل مسرحيه وبتاع ومش عارف ايه وما تخافش وهتطلع حلوه وبتاع ومش عارف ايه، ودكتور اشرف بتاع اقنعوني. فعملت المسرحيه لمده 4 سنين بالظبط. قال لك فلوس داخله تمام ومش وحش خلاص بقى ليه؟ لان هي كانت مسرحيه للعائلات، فهي تنفع للاطفال والكبار. فانا كنت اصلا في ايام بعرض 5 مرات في اليوم. اوف نحن لان هي كانت ساعه وربع. قال لك بس اهم حاجه دلوقتي النحت. بس اجر ولا بنفس لا اجر، ما انا بقى بحسب بال بعد اذنك. بس حضرتك ما سالتوش عمل دور ايه في سندريلا؟ عرفتوا سندريلا؟ سندريلا نفسها نفسها. حتى في موقف عمري ما انساه في المسرحيه دي، عيني كنا بنعرض في يوم وكانوا اطفال كلهم يا عيني كلهم جايبينهم صغيرين اوفر، يعني جايبين حضانه اللي هو 3 سنين و2 سنين و3 وراح النور قاطع يا فراغ فضلمت. فاحنا خلاص ما فيش مايكات بقى وقفت، فبدا بقى ايه طفل يروح من الخوف راح معيط راح الباقي، فبقى في قدامك 150 طفل قاعدين بيعيطوا، فكلنا بقى انا واستاذ علاء مرسي بقى واستاذ يوسف الله يرحمه وبتول كلنا نزلنا قعدنا نطبطب عليهم لغايه لما النور يجي. فهي كانت حاجه غريبه جدا. بس انت دي انت طبعا في المرحله دي بقى رحت جايب الحاجات اللي بالقسط كلها كله طبعا كله بقى خلاص بقى. بعد كده قال لك وقف الايه وقف المسرحيه خلاص، قال لك نهار اسود طبعا هنعمل ايه في حاجات لسه ما خلصتش. بس السنه اللي بعديها بقى على طول عملنا انا ونادر فيلم الاكاديميه، كان بعد الفيلم خليج نعمه بتاع فهم ده اكاديمي كويس. وبعدين انت كملت تمثيل بقى؟ انا كملت تمثيل مسلسل باين ولا يعني كملت بس دخلت بقى بعد كده التمثيل من بعد يعني 2012 بدات تمثيل. وفهمي برضه على فكره هو اللي شجعني. طب عملت ايه اهم حاجات؟ اهم الحاجات مسلسل انا شهيره انا الخاين بطولة فهمي انا وانا وياسمين رئيس واستاذ خالد. وعملت حكايات بنات ده برضو كان الرابع. من الجزء الثالث ده كان من الحاجات المهمه. وارض جو مع استاذ محمد جمعه وغادة عبد الرازق طبعا النجمه الكبيره وبس. وعملت بقى مسلسلات بقى حاجات. انت فيلم مولانا حلو قوي. انا عملت كنت ضيف شرف في فيلم مولانا. كان عندي 4 مشاهد كده بس مهمين قوي لان هم اللي بيحركوا الاحداث كلهم. فكان دكتور محمد العدل هو كان شاف مسلسل بتاع الاستاذ كريم العدل ابنه فكان بيتفرج عليه.
فقال له انا عايز شامي في أسرار. فيلم مولانا بيوت اسرار. قال له انا عايز شامي في مولانا. ده تاليف السكريبت بتاعنا الاستاذ طبعا عبد العزيز. طبعا عزيز يعني ليه فاكره وانت مش فاكر؟ لا معلش عدت مني معلش سوري يا زيزو. ومكمل في التمثيل وبتقدر تعمل بقى البريك بتاع انك ترجعوا مع بعض ومش عارف ايه لم ينقطع هذا؟ لا لا لم ينقطع. انا 2006 عملت اول البوم بتاعي الحمد لله عمل نجاح كويس جدا جدا طبعا. هو اول حاجه كانت الفكره عامله ازاي؟ احنا كنا خلاص خلصنا اول البوم وقدامنا سنتين ثلاثه واحنا لسه كنا صغيرين عندنا 20 سنه مثلا. ففكرت اعمل البوم وطارق عرين شجعني جدا الحقيقه الصراحه. ما غيرتوش بقى منه انه ايه ده حدا هيعمل لوحده مش عارف ايه يعني الحاجات دي بتحصل بين الفرق؟ لا لا بالعكس حاجات بسيطه بالعكس يعني كنا بننزل نقطع البوسترات بتاعتنا حاجه بسيطه جدا يعني. انا فاكر اول حد كان بويا اول حد كان بارك لي على الالبوم كان فهمي قال لي شفت البورد في الشارع وجالي المكتب وقعدنا. ده البونت اللي بيعمله في الاول وبعدين لا بالعكس لا والله احنا اكتر لا بالعكس احنا فرحنا جدا نتصور بالبوستر وبعد كده يقطعه. يعني انتوا عموما بتاخدوا راي بعض في الانشطه المختلفه؟ طبعا طبعا. طب وبعدين بعد الالبوم خلصت الالبوم الاولاني ساعتها كان في وقت ما كانش فيه غير قناتين ثلاثه بس هم بتوع المزيكا دول اللي هم شغالين ميلودي ومزيكا ما كانش فيه بقى الانفتاح بتاع دلوقتي والمسلسلات فهو خلاص ابتدى الالبوم يشتغل وابتديت بقى ان مضيت مع الشركه بتاعت فيم بتاعت نجيب ساويرس وعملت الالبوم اللي بعده وابتدين احمد بعد كده بقى ابتدى يتجه للتمثيل وعمل فيلم خليجي وانا كملت بقى عملت فيلم جيم اوفر مع مي عز الدين ويسرى هو الفيلم الوحيد اللي عملته لان هو كان حلو وكنت مقدم فيه غنوة جالي حاجات طبعا كتيرة بس كلها برضو مش انا فضلت ان انا استمر في الغنى وكل واحد نقى حاجة بس الحمد لله احنا لسه فانت كارير الغنى هو بالنسبة لي بص انا بالنسبة لي الغنى بحبه اكتر من التمثيل لان انا كنت لسه كنت في امريكا كان عندي تور وبسافر وبعمل حفلات كتيرة وبالنسبة لي ببسط بالغنى وبلاقي نفسي اكتر بالغنى. والدور لا ده احكي لي بقى انت عملت بلاي النجاحات السلسله النجاحات تعال اقول في حاجات كتير طبعا يعني من ايام يعني اتشهرت كموزع من ايه من واما طبعا الاول من اغنيه ليل يعني حتى دي اول حاجه انا فاكر انه فنان كبير عمرو دياب طبعا لما سمع الاغنيه دي كان اصلا فاكر انه حد يعني مش 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 مصري ولا عربي اللي عامل المزيكا فسال حد واحد صاحبي يعني مهندس صوت اسمه تامر الزويلي وتامر كان صديق يعني ليه فقال له لا ده نادر ومش عارف ايه وساعتها حتى رحت بس دي ما كانتش البدايه يعني بالنسبه لي مع الفنان عمرو دياب يعني البدايه كانت قبل كده مع طبعا فنانه شيرين كانت صبري قليل انا اللي جاي اقول لك وبتوحشني قبل واما لا 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 مش قبل واما بعد واما لا بس قصدي دي البدايات الاول اللي ظهرت ومحمد فؤاد يعني محمد فؤاد طبعا فنان كبير طبعا وبعد كده بقى فنان عمرو دياب عملت له الالبوم بتاع ليلي نهاري كان كله ما عدا اغنيه واحده طبعا بس كل الالبوم كان ساعتها بالنسبه لي ان انا عندي ساعتها 23 سنه ان انا اعمل البوم عمرو دياب بالكامل كانت حاجه طبعا الالبوم ده والناس كلها الدنيا. اصلا بتقول هو نادر حمدي ده جه منين يعني هو بدايته يعني فجاه هو عمل معانا البوم وعمل هو اصلا الالبوم ده كان عمرو دياب يعني قالوا هيعملوا معاه غنوه كمل الالبوم كله معاه وفي ناس اصلا كتير بعد الموضوع ده فضلت كتير جدا ناس مش رابطه انه نادر حمدي اللي في واما هو نادر حمدي الموازي يعني او مش عارفين ممكن يعني في ناس كتير كانت بتقول لنا حتى في الشارع الواد بتاع واما مش يعني هم كانوا عارفيننا بصفات القصير الطويل مش عارف ايه زي ما فهمي قال هو انت اللي عينيك ملونه انت بتاع واما بالظبط احنا كنا معروفين بالمواصفات ايوه بس انت عملت بحبك وحشتيني يا مصطفى ده بعد كده بقى في 2006 2007 ده بعد كده طبعا بحبك وحشتيني من الاغاني اللي كسرت الدنيا وعلى فكره ما شربتش من نيلها بتاع شيرين فيلم الشبح وقويني بيك للفنانه سميره سعيد طبعا مش بتاعت الكلام ده ومش بتاعت الكلام ده وطبعا كل اختي ولا يبان عليه وقاعد يعني وانت مغرور صح انت عملت وانت مغرور بتاعت عمرو دياب طبعا ده الالبوم الاخير ده كان فيه كذا ثلاث اغاني من البوم الفنان عمرو دياب في حاجات طبعا كتير بس انا يعني مش بنسى طب قبل بقى ما اخش معاك فعملت ايه لانها حاجات كلها كتيره تعالوا نسمع رايحه جايه يلا بينا يلا يلا
لا ابتديت النشاط بالعريض، انت اشتغلت بالعرض اكتر واحد صح. من ايه؟ من بعد برضو الالبوم الاولاني قلنا بخلاص تلعب كمانجا ومحترف عازف يعني بالظبط. بعد ايه؟ بعد كده طارق العريان كان دايما بيقول لي انت لازم تمثل. يعني حتى في واما لما كنا بنعمل فيديو كليب او حاجه في حته تمثيليه جوه الفيديو كليب يخليني اعملها. ان الساعه اتاخرت فبص في الساعه، يعني اعمل اي شيء بدائيات بس بس اعمل اي حاجه توتر مثلا كده كده. بس هو كان مؤمن جدا يعني لازم تمثل لازم تمثل. فساعتها عندك هنا يعني كاركتر طبعا لا لا مشاغب يعني ما هو خلاه عمل كده في ده كلام خلاه مثل هو حته يعني شامي كان الاستنت بتاعي لما انا مثلا لما ما بصش في الساعه كويس يجيبوا شامي ياخدوا ايده بس لا لا الساعه 8 فالمهم ف ايه ده الساعه 8 دي لا هو يعني كلامه عايز يمشي عايز ياكل عايز ياكل استجعني حبيبي لا نجيب لك كله الحمد لله وكله تمام طيب راح فساعتها جه فيلم خليج نعمه كنت المفروض انا وميدو نعمله ميدو قال لي لا انا مش عايز اعمل الفيلم فتمام وقال لي واقنعني ان انا ما اعملوش قال لي بص وبعدين اقتنع وبعد كده رجع وانا خلاص انا قلت خلاص مش لازم امثل يعني وبعد كده مجدي الهواري قال لي لا لازم تمثل وعشان خاطري تعالى ونجرب وبتاع وعملت الفيلم الاولاني كان ساعتها طارق بيحضر لأسوار القمر ساعتها يعني بس طارق قعد 8 سنين بيحضر في الفيلم ده وقال لي ان انا اعمله واشتغل ومش عارف ايه بعمل فيلم مع طارق العريان يعني وبعد كده مشاني يعني مش انا لوحدي اللي مشاني الفيلم بعد كده هو كان مره بيحكي قال لك الممثلين كبروا الممثلين يا نور الممثلين كبروا اه لا ما اعرفش مين تلاقي له كرش مش عارف اعمل ايه هو قعد فيك وقت ووقف حاجة ده انا بتكلم كمان على التحضير قعد كتير جدا يعني 3 سنين بس وبعد كده ابتديت امثل بقى يعني كان اول مسلسل كان مع مدام سميرة احمد كان ماما في الاسم وهي يعني وبرده دي كانت صدفه فظيعه انا كنت رايح برنامج صباح الخير يا مصر انا ما بصحاش بدري بس رحت صباح الخير يا مصر ده كان بيذاع الساعه 8 الصبح فلازم اروح التلفزيون المصري الساعه 7 ونص يعني بدري فانا رحت وانا متقدر لان انا ما حدش هيشوفه اصلا البرنامج ايوه انا قلت اكيد مستحيل حد يشوفني يعني بس مش مشكله اروح بس فرحت فانا في البرنامج على الهواء لقيت مدام سميرة احمد بتعمل مداخله فانا بصدق يعني هتعمل مداخله ليا انا وانا بحبك وبحب واما يعني فانا اتبسطت جدا يعني وبعدين بعد ما خلصت المعد يعني جه قال لي مدام سميره بتقولك رقمها اهو كلمها وبتاع فكلمتها قالت لي ان هي بتعمل مسلسل كاتبه استاذ يوسف معاطي وعايزاك معاه في معاها في المسلسل فطبعا استاذ محمود ياسين طبعا يعني رحت الاسم رحت بقى ماما في الاسم يعني كده فهنا ابتدى الموضوع احس كوميدي بقى شويه شويه كوميديا يعني لان انا ما كنتش بعمل كوميديا يعني بس ابتديت كده كوميدي وبتاع وبعديها عملت كده برضو كام فيلم وبعد كده في يوم من الايام كده انا قاعد في البلكونه يعني كده بعد الفطار في رمضان كلموني قالوا لي عايزينك في برنامج اكتشاف مواهب فانا ما اعرفوش يعني انا ما اعرفش اصلا البرنامج بتاع يعني كنت ساعتها ما اعرفش يعني فقالوا لي بس تعالى وبتاع المهم رحت انا قلت بقى يعني ابقى مذيع مستحيل يعني اللي هو بقى سكريبت ودلوقتي معانا الفنانه سعد يونس واحنا دلوقتي يا جماعه يعني انا ما بعرفش اللقطه دي مش ستايلي فانا المهم رحت كده اول كنا بنعمل التور في الاول ابتدينا نعمل التور انا مش متقدر يعني وبعدين ايه هم بقى لبنانيين فماسكين ورقه وانا بتكلم يعني فلو قلت مثلا ومن هنا بدل مثلا بعمل ايدي كده عملتها كده يقول لي لا بعد اذنك ويوقفوا فانا بعد ثلاث يوم رحت قلت له انا مش عارف اشتغل انا مش عايز ما كانش عايز انا مش عايز فقالوا لي طب ايه وبتاع قلت لهم سيبوني بمزاجي
بس خربتها بقى، بس ارقص على المسرح واجيب ناس واصحابي يعني ابتديت بقى لا بس هو بصراحه فهمي يعني اخذ المذيع اللي هو اللي بيقدم الستايل البرامج اللي هي اكتشاف المواهب او حته الفرفشه في حته تانية خالص، اخذ في سكه جديده فعشان كده نجح النجاح الكبير اللي هو. وبعدين هي كمان ميزه البرنامج ده ايه؟ شهدولك ازاي والله العظيم حبايبي ولادي والله حاجه جميله. هي كمان الميزه في البرنامج ده ايه؟ ان انا بروح في الاول خالص واحنا بنعمل التور مثلا عشان نلم المواهب دي، فبنروح مثلا مصر او المغرب او تونس او واتيفر يعني، فبيبقى في مثلا 20,000 موهبه مستنيين حد علشان هيخشوا يقدموا. فانا الواجهه بتاعت البرنامج، فاول لما اظهر اي حاجه هقولها هيصدقوها. يعني قلت لهم اقف على رجل واحده عشان تعمل هيعمل، لان هو مصدقني جدا ومؤمن باللي انا بقوله. وانا في العموم يعني غير طبعا انا بحترم كل الناس وكده، بس انا بحب اشتغل الناس قوي. انا دي يعني عندي موهبه في الموضوع ده يعني، حتى اصحابي يعني شابي اكتر واحد بيعاني. بس دول اكتر ناس فاقسينك. لا 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 اكتر واحد انا اكتر واحد بيروح بس شامي رايح معاه في اي حته مع اني عارف انت شامي، بس انا بقى بروح وخلاص. مش هتخدع لا 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 اكتر واحد بقى بفقسه انا يعني، هو بيبقى انا ببقى عارف انه بيعمل حاجه من ورايا. ايوه ما انا عارف. ونادر نادر ضحكه الخبز ليه وده يروح بجد قال لي لا لا مسافرين بكره يفرح احمد. لا لا انا هقول لك حاجه جامده جدا، شامي مسمينا كل واحد اسم على التليفون بتاعه. الاسم ده بقاله مثلا 12 13 سنه. قول لنا بقى كل واحد نادر مسميه ايه على التليفون؟ حرامي. اقول ولا هتزعل؟ لا قول عادي. كلاسيكيه. اوعى كل حاجات عار. عار؟ لا 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 الخاين. الخاين الخاين. نادر الخاين. الخاين عندي على التليفون. تصدق اول مره اعرف يعني عشان خان حاجه. وانا الدجال. بجد؟ طب انا مسميني ايه؟ الدجال. انت مسميني ايه؟ ميدو شيء لا يصدقه عقل. يعني مش عارف اصدق له اي حاجه. وما يعرفش انا بتكلم ده اسمه الرباعي. يصدق ليه يصدق؟ وانتوا مش مسمينه؟ لا لا محدش يقدر. لا انا مسميش يا ساتر. مثلا شغب بقى ممكن الحاجات اللي بتطلع ترو كولر دي وتفضحوا بعض. بس شامي عنده ميزه جامده جدا ان هو هدام، يعني ممكن يهدم لك اي فكره في دقيقه في ثانيه. لا هو عنده ميزه وعيب، يعني ميزته ان هو صح ان لا بس ده عيب ان هو بيهدم كل شيء. انا بقول بهزر انا بهزر. بس الميزه بتاعته بقى ان هو مثلا لو احنا قلنا دلوقتي يلا نروح اسكندريه ناكل ونرجع، هو في اسكندريه معانا اوكي. طيب في واحد مننا بس قال لي يا جماعه بس متابع، هو اول واحد يقعد خلاص. يعني هو احنا هنروح. انت هدمت لي الفكره خلاص لسه مش هقدر. لا وغير كده ولو رحنا اسكندريه هيبقى اول واحد عايز يروق يا جماعه يلا بينا بقى نمشي بقى ولا ايه يعني. هو يعني كرهت ان انت رحت اسكندريه. وبعدين النظره اللي هي دي ملول ملول. هو شخص ملول. النظره اللي هي خلاص خلاص بقى مش لازم وكده. او طب يلا الندم. انا بندم ملك. انا بندم جدا. لازم يندم. احنا مثلا كنا المفروض نروح الساعه 8 عشان هيحصل حاجه كويسه، رحنا 9 يا جماعه. قلت لكم نروح 8 يا ريت كنا رحنا 8 يا ريتنا كنا رحنا 8 يا اخي. الموضوع خلص. قلت لكم ممكن يكلمني تاني يوم. طب ليه يا شامي روح؟ وابعت لهم مسج دمرهم لو كنا رحنا 8. ما كنا رحنا 8 يا ابني. ما خلص الموضوع ليه؟ نادر انت مثلت ايه؟ انا مثلت وانا صغير حاجات يعني مع والدتي. والدتي عفيف حمدي ممثله يا حبيبي. صحيه كبيره جدا جدا. فمثلت معاها في كذا دور. كنت دايما بطلع ابن ماما يعني ابنها. ليه؟ عشان يعني طلعت في اولاد ادم. لو حضرتك تعرفي مسلسل اولاد ادم. كان بطوله الفنان الكبير عبد المنعم ابراهيم سوري. ومثلت مع محمود المليجي يا راجل وانا صغير. والله سهره كانت سهره كده. كان هو عامل دور. لا لا مش فاكر طبعا. حاجه كانت في اليونان كده. حاجه عامل زرع. بس وانت كبير ما مثلتش؟ لا وانا كبير بقى مثلت الاكاديميه مع شامي احمد شامي. اوكي. فيلم الاكاديميه اللي كان فيه اغنيه سيبها بظروفها دي من الحاجات اللي برضو. بقى بما اننا احنا قاعدين بقى نعمل لونش ونحتفل باللونش بتاع الالبوم الجديد طبعا اللي هو اسمه الصيف ابتدى. اوكي. ده انتوا عملتوه في الصيف بس وبعدين الشتاء هتعملوا ايه؟ لا هنغيرها. ما احمد كان بيقترح ان كل حاجه يعني مثلا الفرح ابتدى. لو عندنا فرح اقول الفرح ابتدى. الحلقه ابتدت كده. اي حاجه ابتدت في بالظبط. طب يعني الشتاء مش عاملين له اي الشتاء الشتاء ابتدى يعني الصيف انتهى بس الشتاء ابتدى نغنيها في اي وقت. خريف. طب انت ليه فاكرني بهزر؟ والله انا بجد هو اقترح كده. اصل احنا بنقول الغنوه لا. طب هنعمل ايه فيها في الشتاء؟ عادي يا جماعه نقول الشتاء ابتدى او الفرح ابتدى. نغنيها في الحفلات. الحفله ابتدت يعني لو عملنا حفله نقول الحفله ابتدت. لو رحنا فرح هنقول الفرح ابتدى. ما اهتمش بقى بالوزن ولا حاجه يعني. عادي نقولها وخلاص. طيب احنا عشان سعداء جدا
ان واما يعني النهارده يعني بتفتح معانا او بتلونش معانا الالبوم الجديد، وهيقدموا لنا غنوه لاول مره على مسرح صاحبه السعاده خصيصا لصاحبه السعاده، يعني اكتر من غنوه. بس دلوقتي هنعمل اللونش مظبوط بغنوه من البوم الشتا ابتدى، مشي الصيف ابتدى على المسرح ونحتفل بيه. انا دلوقتي مجنون هوا هعمل ايه، وكلكم بس عيونها عماله تاخدني وتجيبني، بقت موهوم فيها حاجه علقتني بيها، انا مستقتل عليها، انا موت لو سبتها تاني، يا ما نفسي اقابلها تاني، دي خدتني في جو تاني اول ما شفتها، موت لو سبتها تاني، يا ما نفسي اقابلها تاني، دي خدتني في جو تاني اول ما شفتها. اسمها ايه او تليفونها، انا دلوقتي مجنونها وهعمل ولا رقيتها هلاقي ده فين، ضحكت لي خلاص يجي منها، معنيا وقلبي فاهمينها نأجل ليه، فيها حاجة علقتني بيها، أنا مستقتل عليها، أنا موت لو سبتها تاني، يا ما نفسي أقابلها تاني، دي خدتني في جو تاني أول ما شفتها، حاجة علقتني بيها، أنا مستقتل عليها، أنا موت لو سبتها تاني، يا ما نفسي قابلها تاني، دي خدتني في جو تاني أول ما شفتها. ألبوم واما دايما إنتاج شخص واحد ولا إنتاجات يعني إنتاج ناس متنوعين؟ لا، من ساعة ما ابتدينا طبعا أكتر من حد. يعني إحنا كان أول ألبوم خالص كان فيم ميوزك اللي هو طارق عريان شركة ميجا ستار، وبعد كده تاني ألبوم كان برضو طارق عريان مع ميجا ستار، تالت ألبوم كان كيوب ميوزك. كيوب ميوزك دي الشركة بتاعت نادر. هو رابع ألبوم. خامس ألبوم طبعا شركة هاي واي برودكشن وشركة نجوم ريكوردز اللي هو الأستاذ ياسر خليل، شركة ياسر خليل هاي واي، ياسر خليل ونجوم ريكوردز أستاذ أيمن وأستاذ هالة. بس أنا فعلا شايف إن الشركة المنتجة دي حاجة مهمة جدا جدا في نجاح الألبوم. مش يعني في شركات كتير أنت بتسلمهم خلاص الماستر هم ينزلوه في الآخر، عارف إن أنت بتدخل لهم فلوس معينة، بس الحاجة اللي فعلا مبسوطين منها من الشركة إن الشركة اللي إحنا شغالين معها فعلا بتهتم بأدق التفاصيل، بتصور بوستر بره مصر، بتصور أغاني بره، بنقعد نشتغل مع ياسر خليل على غنوة غنوة وناخد رأي بعض، هو في الآخر هو يستلم مننا ماستر وينزله، بس المجهود اللي هو بيعمله هو ونادر بالذات عشان
برضو بدي له حقه يعني، ادينا 10 مرات علشان خاطر الناس تسمع الالبوم بالشكل ده، تتفرج على البوسترات بالشكل ده يعني. فعلا المجهود اللي هما بيقعدوا، خلاص احنا بنغني في الاخر، انت بتتعامل ان انت مغني، بس لما نادر بيقعد يشتغل شهر كل يوم من الصبح للليل، وياسر معاه بينقوا الغنى غنوه غنوه، بينقوا الصوره اللي هتنزل، فده المجهود اللي فعلا بيبان للناس، وهو ده اللي فعلا بيعمل النجاح. طب عشان كده برضو انتوا الالبوم ده ما بقاش في حاجه اسمها بنزل البوم، يعني ما فيش حاجه اسمها كده بتنزل غنوه وتقعد تعمل حاجات كده يعني. نوع تسويق صح بقى ده نوع يعني، اصلا قبل كده كان بيتباع مثلا زمان الالبومز شرايط كاسيت، وبعد كده بقى سي دي، دلوقتي الفيزيكال ما بقاش بيبيع قوي، بقى الحاجات اللي هي الاونلاين تشتري الالبوم اونلاين. فعشان كده الفكره جت من استاذ ياسر خليل وفي شركه نجوم ريكوردز، ان هم يبتدوا ينزلوا الاغنيه مثلا كل اسبوع اغنيه، وبعد كده كل يوم، علشان كل اغنيه تاخد حقها بالظبط. بالظبط مش كده، يعملوا لها ماركتنج. لان زمان طبعا زمان زي ما احنا عارفين، والموضوع ده كنا بنتكلم فيه كتير قوي لسه انا واحمد، ان من 10 سنين انت المنفذ الوحيد عشان تسمع المغني بتاعك الكشك اللي بتشتري منه. دلوقتي انت هتفتح التلفزيون تلاقي، هتفتح التليفون تلاقي، تكتب اي حاجه وما الجديد هيطلع لك 100 حاجه. فالموضوع بقى لازم يتحسر ويتوي. طب انتوا دوركم ايه بقى، بتقسموها يعني؟ انا هعمل كذا في الالبوم، انا يعني في طلوع الالبوم في ادوار، واحنا شغالين على الالبوم نفسه احنا طبعا عارفين نادر هو اللي بيوزع. انا ومحمد بنلحن، وانا ساعات بكتب اغاني، وشامي ساعات بيلحن حاجات، وفي حاجات بنقعد نختارها مع بعض بقى يعني. بعد دلوقتي مثلا احنا بيجي لنا ملحنين كتير يعني، احنا كم ملحن شغال معنا في الالبوم ده؟ تقريبا 6 أو 5. لا المؤلفين 6 طبعا. وبرضو عايز اشكر الشركه طبعا، انا عايز اشكر شركه نجوم ريكوردز وهاي واي طبعا، ان هم وفروا لنا برضو امكانيات كبيره اللي لسه كان بيتكلم عليها، ما كناش بنحلم بيها، امكانيات كبيره في حاجات جنب. كتير في التصوير، البوستر، في الكفر، في الـ في الـ في الكليب، في الفيديو كليب، في تنفيذ الالبوم نفسه، تنفيذ الالبوم بقى نفسه، كتعامل مع اسماء كبيره كلها، مثلا الشعراء، في مثلا ايمن بهجت، ايمن بهجت، امير طعيمه، تامر حسين، نادر عبد الله، جمال الخولي، هاني رجب، دول مين اللي كتب فطومه؟ ايمن بهجت عمر. فطوم ايمن بهجت عمر، مفيش فايده طبعا. رهيب. لا دي بقى كان يعني ياسر خليل مصمم ان ايمن لازم يكتبها. هو يعني هيبقى، يا ريتني ما سالت والله. هو قال لي ايمن هيكتبها. ده احنا على فكره فضلنا ورا ايمن شويه عشان ايمن مشغول طبعا، مش فاضي. ففضلنا ورا ايمن كتير، وبصراحه ياسر طبعا، استاذ ياسر خليل طبعا، فضل ورا ايمن كتير جدا لحد اما هتكتبها يعني. هتكتبها يعني ايه؟ فكت برضه يعني كستايل مدرس وبتاع. وانا يعني عايز برضو عشان طالما قلنا فطومة، عايزين نشكر إيهاب فاروق عشان هو اللي موزع الأغنية، وفي 2 موزعين تانيين يعني، تومة طبعا من الموزعين الكبار جدا برضو، وأمين نبيل. احنا الأغاني دي لما جات لنا، هو نادر حتى قال في أغاني كده هي جت زي نادر موزع، مش عايز اوزعها، قال لا دي حلوه كده، ما ينفعش يعني، ما ينفعش تغير فيها كده. يا شايف ان الطعم ده حد بيبقى طعم حلوه جديده علينا ما عملناهوش. وغالبا كمان انا لما باجي افكر لواما يعني، انا ممكن اعمل حاجات مثلا، لو عملت اغنيه لمحمود العسيري مثلا، اللي مش عارف للناس معينه، ممكن اروح في حتت ما بروحلهاش عاده، لان كل واحد ليه لون. فلما بشتغل مع كل حد ليه لون، واما ليها لون بالنسبه لي يعني. فاحنا انا دايما بشوفها هنا، لكن في ناس ممكن تشوف واما بشكل تاني، زي بالظبط انا يعني ما اعرفش اشوف نفسي، انتوا شايفيني صح صح. فانتوا شايفيني بشكل، فانتوا ممكن تنقولي حاجه احسن. فنفس صح. الفكره في واما انا برضو عشان جوه فشايفها بشكل معين دايما. لما جت رؤيا من بره عجبته، قال لك لا مش هغير التوزيع، التوزيع يعني فعلا زي ما هي. طب بصوا عشان ما نحيرش الناس، شوقناهم قوي، قوموا نلعب بطوم. فاطومة توما فاطومة توما فاطومة توما ادي حاجة تانية، فاطومة توما فكالي توكا واخداني في توكا جابتني في ثانية، فاطومة توما فاطومة توما فاطومة توما ادي حاجة تانية، فاطومة توما فكالي توكا واخداني في توكا جابتني في ثانية. خاف اللي قرب واللي شاف يمي يمي يمي، خاف اللي قرب واللي شاف، هي الأحلى وده اعتراف، غمي عينك باكتشاف، غمي غمي غمي. فاطومة توما فاطومة
عشوك جابتني في ثانية. هي الأحلى وده اعتراف جمع عينك باكتشاف. غمي 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 فاطمة توما فاطمة توما فاطمة توما ادي حاجة تانية فاطمة توما فكلت توكا واخداني في توكا جابتني في ثانية. طب تا 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 او بنت باتا تا 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 طب يمي 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 طب غمي غمي يمي غمي غمي طب تا 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 او بنت باتا تا 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 طب يمي 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 طب غمي غمي. حاجة تانية خالص يا ولاد والله فظيعة فظيعة. لو انتوا مختلفين على تقييم غنوة من الأغاني هل بتعملوا فوتينج مع بعض؟ اه طبعا لازم طبعًا. يعني لو مختلفين بس بنعمل فوتنج. يعني عادة المسؤول عن اختيار الأغاني في البداية يعني طبعا نادر هو بيبقى شايف الأغنية من الأساس هيسمعها لنا ولا لأ، لأن ممكن تجيله أغاني كتير قوي فيقول مثلا لأ الأغنية دي بيستثنيها لأن هو أوريدي مش عاجباه، فلأن هو اللي بتجيله الحاجات، وإحنا بنثق في نادر ده رقم واحد. ساعات هو بيختلف على حاجة أو أنا مثلا أسمعها معاه وبنقرر ده وبعد كده بنعمل فوتنج إحنا الأربعة. يعني حصل مثلا سوري فهمي، حصل مرة إنه فهمي عجبته أغنية جدا سمعناها عند حد يعني وبعدين سمعها لي، الاغنيه حلوه بس مش لايقه على وام، يعني انا حسيتها مش احنا، حسيتها حد تاني يعني في اسمين جم حسيتها دي لايقه عليهم اكتر، فقلت له طب بص احنا نسمعها لفهمي واللي سمعها لشامي وميدو ونشوف، وانا بقول لك هم مش هيقولوا لا هيقولوا لا. ففعلا سمعناها هم فعلا قالوا لا لان هي مش شبهنا، بس هي فعلا كانت اغنيه حلوه بس احنا بنختلف على فكره ان هي تنفعنا ولا لا. وفاكر لما كنا هنعمل غنوة على فكرة وانت بعتها الجروب انا سمعت مثلا اول كلمتين على فكرة فبعت يا جماعة جامدة جدا ما سمعتش بقيتها جامدة جدا لازم نعملها وغنوة تحفة ومش عارف يعني في حاجات كده بتبان من اول كلمة. بس انتوا مثلا هل ممكن تحسوا فجأة ان في حد جايب لكم اغاني او الحان اللي هي يعني في الجديد قوي اللي مش ممكن نغنيه؟ لا احنا كمان الالبوم ده اشتغلنا مع رامي جمال، رامي جمال من المطربين الكويسين جدا جدا الموجودين في السوق وكمان ملحن مش طبيعي، فكمان وتامر عاشور فانا بقول لك احنا كنا محظوظين اشتغلنا مع رامي جمال الالبوم ده واشتغلنا مع تامر عاشور كمان عملنا غنوه حلوه جدا من احلى الاغاني اللي انا بحبها. ايوه بس في الاخر انتوا حبينا انتوا الاربعه، لكن هل ممكن انتوا قاعدين كده واحد يقوم باعت لكم غنوه تقولوا ازاي فكر فينا ده احنا ما بنقولش حاجه؟ لا ده كان بيجي لنا الكلام الفاضي ده بتحصل كتير بتحصل بس لا وعلى فكره برضه انا حبيت الصيف ابتدى نفسها يعني احنا ما نفكرش ان احنا نغنيها بس هي الميزه فهمي يعني الالبوم ده ان احنا كل اغنيه ليها ستايل معين غيرنا خالص يعني في مثلا 3 4 اغاني دول واما هتقول لي دول واما وباقي الاغاني دول مش واما يعني لما تفكري فيهم، بس عرفنا ان احنا لما نغنيهم عشان نغير اللون بتاعنا والشباب اللي مثلا ما كانوش يعرفونا يبقى ده اللون الدارج دلوقتي. طب قوموا غنوا على فكره عشان الفكره فيها كتير على فكرة
امبارح امبارح جت سيرتك مع قلبي وبان علي ان انت اهم حد عنده حسي بي محتار قول اعمل ايه على فكرة امبارح جت سيرتك مع قلبي وبان علي ان انت اهم حد عنده حسي بي محتار قول اعمل ايه خبيت في قلبي ياما ودريت ياما ياما صارف ليلك طول ليل توحشني واتكلم مع صورتك واقول لك انت فين توحشني لو حتى جبت عني ثانية خبيت في قلبي ياما ودريت ياما ياما خبيت في قلبي ياما ودريت صارف ليلك طول ليل على فكرة محتار قول اعمل ايه محتار قول اعمل ايه على فكرة امبارح جت سيرتك مع قلبي وانا لما بتعملوا ألبوم زي ما احنا دلوقتي في حالة الألبوم جديد لونش مش عاوز أقاطع بس بقول يعني لا مش هنستناكم 5 سنين لا لا إن شاء لا الله لا يعني خلاص. بص احنا برضو كان حاجة من الحاجات اللي كانت تخلينا احنا نتأخر كتير جدا هي إن ما كانش فيه شركة إنتاج واحدة هي اللي بتنتج لنا فما كانش فيها خلاص كل واحد احنا بنشوف على حسب وقتنا الفاضي نعمل ألبوم يعني طب يلا نعمل ألبوم دلوقتي لا احنا دلوقتي خلاص احنا بنوعد الناس
ان احنا ان شاء الله باذن الله هيبقى كل 10 سنين البوم. لا لا احنا ان شاء الله كل سنه ده كل سنه كل سنه البوم ان شاء الله. وبعدين الحمد لله يعني احنا شغالين بشكل كويس دلوقتي مع شركه كبيره. وطبعا بحب اوجه كل الشكر والتقدير لشركه هاي واي وشركه نجوم ريكوردز على المجهود الكبير اللي هم عملوه معانا. يعني عايز اقول لك من اول ما احنا كنا بنقترح عايزين نصور بوستر بره بس يعني امكانيات احنا الاربعه سافرنا لندن بكوافير بمكير بكل حاجه قعدنا 3 4 ايام بنصور بس بوستر عشان الناس تشوف الصوره اللي احنا شايفينها دي متصوره في لندن. فده مجهود كبير جدا. احنا والله عايزين نصور فيديو كليب في اسبانيا مع مخرج من الناس اللي عاملين الناس العالميين. مفيش اي مشكله واللي احنا عاوزينه فيعني موفرين لنا كل الحاجات اللي احنا عاوزينها. انا حاسه ان الالبوم كمان غير ان في خطه احنا ماشيين عليها يعني طب انتوا دلوقتي احنا يعني ايه في النص في البومين ممكن نبقى نجيب غنوة منهم او نفتكر مع بعض. بس انا عايز اقول وانتوا بتنموا كده مع بعض تكبروا مع بعض الحياة بقى يعني انا عارفة مثلا اميرة فراج بتغني وجات لنا استضفناها هنا شرفتنا مرتين في كذا حاجة اشتغلت في كذا حاجة. طب والاولاد وشفت انا ابنك في برنامج كده كان قاعد عمل فيكوا حاجات صح. طيب انت بتعمل ايه بقى في نادر ايه جواز ايه ايه لا انا الوحيد السنجل عشان هو بالنسبه له يميز نفسه على الكنبه دي عشان يكون حر منفردا منفردا لا بس هو ان شاء الله هيتجوز انا هتجوز ان شاء الله ان شاء الله قريب باذن الله. رغده ورغده ماركتير وبنتي خديجه دلوقتي لسه تم 3 سنين من اسبوع ان شاء الله بس حاجه جميله. انا بقى متجوز وحاجه جميله بيكمل الجمله عشان طبعا انا الناس دي انا لما بسافر مثلا بره او كده فلما حد يقول لي انت مش هتخطب او كده ما بقول لهم متجوز وعنده ولاد انا عندي علي وعمر وعليا وعبد الله. فكل الناس تقول لك ازاي انت الله تبارك كل العين طبعا انا احلى حاجه في حياتي طبعا ولادي ومراتي هبه كلهم بحرف العين كل التحيه طبعا. يعني علي هتقول وعمر في برضو وعبد الله وعلي وعليا وعلبه يعني زي نفس كانوا ساعتها ثلاثه لما كنت انت قلت كان عندنا منك بقى حد فيهم بيمثل. عمر عمل فيلم اسمه بابي فوت امل ونص جواز. عمر عنده 10 سنين وبيغني وكده. علي بيلعب كوره عاليه بتقعد تعترض عليهم وعبد الله الصغير خالص بيدمر لهم كل حاجه كل حاجه بيعملوها في حياتهم بيدمرها لهم. حبيبي وشكلك كده حلوين كده لا يعني حلوين الحمد لله ما شاء الله ربنا يحميهم يا رب. وانت عمر بس انا عمر وحسن عمر وحسن وحسن يعني عمر وحسن نادر انت شكلك مش لا انا جاي ان شاء الله قريب بس انا يعني عشان كده هتلاقيني حتى شكلي مختلف عنهم توزيع يعني بكره التوزيع يعني لسه تحسيني صغير هما كبروا وعجزوا بص فهمي شعره بيض الجواز برضه مسؤوليه مش بس فهمي مثلا يعني اميره لما جت اميره عملت معانا شغل في ايامنا الحلوه طبعا جميله يعني اميره طبعا بتغني صديقتنا جدا جدا طبعا وصديقتنا يعني طبعا مننا وصديقتنا طبعا جدا طبعا لا بس يعني عارف بحب اقول من يعني مشجعينا الاولين يعني مشجعنا طيب الالبوم الجاي امتى؟ الالبوم اللي جاي السنه الجايه ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ربنا يحفظك اول حد عندك هنا برضو اول طلعه نحتفل برضو ان شاء الله سوا الله يحييني يا رب ويحييكم يا رب. لا وعايز اقول لك احنا فعلا سعداء جدا ان احنا طلعنا معاك البرنامج ده طبعا واحنا احنا فعلا اللي كان نفسنا نطلع واحنا طبعا من جمهورك ونعشقك ونحبك جدا فوق ما تتخيلي وعندي في البيت هبه بتحبك جدا وكل الناس يعني لما بنقوم عندنا البرنامج معاكي بتبسط قوي. لا انا عايز اقول لحضرتك بقى حاجه شخصيه انا اختي ليا اخت اكبر مني اسمها دينا احمد شامي عارفها متقمصه متقمصاكي من وهي قد يعني هي بتحبك وهي بتتكلم زيك فانا بالنسبه لي انا قاعد مع اختي والله العظيم فهي بتبصها لي اسمها ايه دينا يا دينا والهبه كمان بتحبك جدا تعالي وهبه فين هبه مراتي مين هي في البيت مراتي يا هبه ومراتي برضه رغده رغده بتحبك ورغده انا اميره انا اميره جت وقالت لوحدها عليها اميره متظبطه انا اميره جت خلاص اميره جت في حاجه فهمي ونور اشتركوا فيها مع بعض كان فيها قصه صح احنا بنشترك على طول أغنية. في القصة كانت اغنية احنا كتبناها بعد ما حصلت لنا الواقعة دي يعني انا كنت بحب واحدة وميدو بحب واحدة بس انا اجي كل يوم اتكلم معاها على يعني مع ميدو عليها اقول له دي مش عارف تخيل يا ابني دي بتكلمني ازاي دي بتحبني قوي وتجيب له سندوتشات وبتاع حلب القشطة وبتاع يقول لي مش عارف صاحبتي يا ابني دي بتعمل معايا مش عارف كذا
وبتعمل مش عارف معايا ايه وبتاع وخلاص. احنا مثلا قعدنا سنه ولا حاجه، انا بتكلم على واحده وهو بيتكلم على واحده وبنحكي لبعض عليها، طلعت هي هي ان البنت نفس الواحده. اشتغلنا احنا الاثنين. ايوه الاكتشاف بقى اهم حاجه، ده فيلم ده. ايوه اكتشفنا بقى ليه بقى من السندوتشات كان نفس لا السندوتشات كانت مشتركه اللي بالجبال والجبال. لا احنا عرفنا طبعا وقلنا طبعا هنعمل عليها نمره ورحنا وجهناها احنا الاثنين دمرناها نفسيا. وهي طلعت اصلا بقى هي مصاحبه مين بقى في الاساس؟ احمد الشامي. احمد الشامي شامي ايوه، عشان ابوه كان هو العميد، هو اللي كان بيجيب فوزي الشامي هو العميد. فكان مسيطر شامي على ما هو شامي بابا دكتور فوزي عميد المعهد دكتور فوزي الشامي. فكان شامي واخد وضع مختلف لان هو بابا العميد مبدئيا. بصي هو يعني بيشتغل الجو هو جات له دلوقتي النزعه. لا بس فعلا بابا كان عميد صح. ايوه ايوه بس ملوش دعوه، بس بس هو ما كانلوش دعوه بالقصه. وهي وانت بتشتغلها ولا بتحبها؟ طبعا بشتغلها برضه. وهي بتجيب سندوتشات على اسبابك ولا لا؟ السندوتشات اللي عرفنا نعرف بتجيب له نفس السندوتشات هنا، طلع هو اللي يجيب لها السندوتشات. فقلنا بقى نعمل اغنيه حبها جوه القلبين على الموضوع ده، ان احنا بنتخانق في الاول وبعد كده بنتصالح انا وميدو واللي هي طز في البنت، واحنا اهم حاجه الصداقه، واحنا الصداقه والحب وكده. اما بنت وراحت فين؟ معايا اهو انا انجزها وماشي. هو عم واخدها في اخر الغنوه ومشي. والله العظيم قصه مش معقوله حقيقيه. يعني راحت اتجوزت بقى وعارفينها عارفين كل حاجه؟ مش عارفين. انا مش عايز اعرف الكلام ده في رابعه ابتدائي. عارف هي فين يعني؟ بس مش هنقول. مش عايز اقول يا عشان برضه مراتك ما والله بص يا اولاد، اولا انتوا وحشتوني جدا. وانتي اكتر والله. والعقد ساري. احنا بنوقعكم يا عم ان شاء الله لو عملنا فيلم هيبقى مع الاستاذ سعيد والله العظيم. نشتغل بقى حاجه حلوه مع بعض. ترجعوني انا كمان. ولا ونحتفل نحتفل بالالبوم والفيلم مع بعض ان شاء الله. باذن الله. ان شاء الله ده يكسر الدنيا، هحتفل بنجاحه معاكم ان شاء الله يوم بيوم. انا بتمنى ان الالبوم ده ان شاء الله يحقق كل نجاح المرجو منه، يروي كل ظمأكم وعشقكم للنجاح وللتألق والعودة المبهرة. اتمنى انه الالبوم الجديد ان شاء الله فعلا يكون على ارضنا ومعانا وفي حضننا، وخلينا نكلم بعض بقى نحتفل أكيد. واحنا كده بننبسط بالاغاني الرائعه وعودتكم الجميله دي. يا رب يا رب. نورتوني 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 نورتوني. كل الحب والتقدير والشكر للحسين. احنا اللي بنحبك جدا جدا جدا. احنا بنموت فيكي كلنا حبيبي والله العظيم. انا بموت فيكم.